ورشة سمسم كل البرامج اللي بتنتجها حول العالم قائمة على الأبحاث وعلى الاحتياجات الخاصة للطفولة بكل منطقة بخصوصية المنطقة بالذات. بالتالي برنامج أهلا سمسم لما قمنا بإنتاج الجزء الأول كان قائم على فريق من الباحثين في الميدان بالإضافة إلى فريق خاص بالطفولة المبكرة وأخصائيين اجتماعيين جلسوا ووضعوا المحتوى الأول للجزء الأول، وكان المحتوى بيختص بتعريف الأطفال بمشاعرهم. في كثير من الأطفال عندنا بالمنطقة العربية لا يستطيعوا التعبير عن مشاعرهم، وبالتالي كان الجزء الأول مركز كاملا على التعريف بهاي المشاعر، ووضعنا بنفس الوقت استراتيجية للتعامل مع هاي المشاعر. مثلا الخوف. كيف؟ أنت شو بتعمل؟ أنا؟ يعني أنا بالعادة بالتالي وضعنا استراتيجية يعني كمان للتعامل مع هاي المشاعر، زي خد نفس عميق وكثير بالأغاني والنشاطات اللي موجودة. بالتالي كان الجزء الأول والثاني مركز كثير على تعريف الأطفال بمشاعرهم والتعبير عنها والتعامل معها. في ظل الجائحة كان في صعوبة كتير عشان ننفذ الجزء الثاني، وأدركنا أهمية الجزء الثاني أنا والفريق كلياتنا وحتى ورشة سمسم بنيويورك. الواقع كان صعب جدا بالنسبة للأطفال، وحسينا أهمية إنتاج برنامج تعليمي ترفيهي بمستوى برنامج أهلا سمسم بهاي الفترة، وبالتالي خلقنا لكل شخصية مكانها الخاص. اتبعنا بروتوكول ذكي جدا من خلال التباعد، بحيث انه كانت كل شخصية من شخصياتنا موجودة بالسبيس الخاص فيها، وكانوا بيستخدموا برامج التواصل الاجتماعي للحوار مع بعضهم البعض. كانت كل شخصية بمكان، واستطعنا ان ننتج الجزء الثاني من خلال البرامج الالكترونية الحديثة بهذيك الفترة. طبعا أهمية هذا البرنامج كانت والحاجة الماسة له، استطعنا أنه نطور فيه فقرات جديدة بالجزء الثاني، وأدركنا أنه لازم نفهم الطفل الواقع اللي هو عايش فيه. بالتالي كان في عندنا فقرات توعوية كثيرة عن الواقع الحالي وإيش هي الكورونا بالذات، إيش هو الجائحة اللي موجودة، وباعتقادي أنه كان برنامج ناجح جدا للجزء الثاني. خلاص خلصنا. من خلال الجزء الثالث الهيئة الملكية للأفلام ساعدتنا كثير لوضع بروتوكول خاص للتصوير، واستطعنا أنه نرجع مرة تانية بالاستديو زي ما احنا موجودين هلا بالوقت الحالي، وحافظنا على هذا البروتوكول من خلال التعامل بين الشخصيات وفريق العمل كاملا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الماسكات، وفي عندنا طبيب موجود بموقع التصوير دائما بيقوم بفحص كل الشخصيات. بظل الجائحة أدركنا كثير أهمية تواجد الأطفال في المنزل، وأدركنا أهمية أنه ما عندهم فرصة يروحوا على المدارس. بالتالي قمنا بتطوير فقرات خاصة للأطفال، فقرات تعليمية مباشرة. كان في عندنا فقرة خاصة بالأرقام وفقرة خاصة بالأحرف، ساعدنا هدول الأطفال اللي ما كان يكون عندهم فرصة يروحوا على المدرسة إنهم يتعلموا من خلال شاشة التلفزيون أو من خلال اليوتيوب الخاص ببرنامج أهلا سمسم. حاولنا بأهلا سمسم أنه نستضيف كثير من الشخصيات القديمة اللي موجودة على مستوى 40 سنة بالمنطقة العربية، زي إلمو وقرقور وكعكي، وهدول الشخصيات ساعدوا إظهار الشخصيات الجديدة الموجودة معنا زي بسمة وجاد ومعزوزة. بالتالي التعامل مع الشخصيات القديمة والشخصيات الجديدة جوا الحدث ساعد كثير من الأطفال أنهم يتقبلوا ويكون بالنسبة لهم جاذب جدا. طبعا بالإضافة إلى الأهالي، الأهالي كان لهم دور كبير معنا بمعرفتهم بهذا البرنامج وأهمية هذا البرنامج كبرنامج تعليمي ترفيهي وهو الوحيد الموجود على الشاشات العربية. ساعدنا كثير على انتشار البرنامج، وكان مستوى الانتشار قوي جدا بآخر 3 سنين لهذا البرنامج. برامج ورشة سمسم حول العالم وبالذات بالوطن العربي على مدى 40 سنة من هلأ سنة 79 كان انطلاق أول برنامج تعليمي ترفيهي اللي هو افتح يا سمسم، والكثير من الأطفال بهذيك الفترة نميوا عليه وهلأ صفوا أهالي. بالتالي تعلقهم بهذا البرنامج التعليمي الترفيهي وإدراكهم أهمية هذا البرنامج ساعدنا كثير أنه يكونوا أطفالهم من المتابعين معنا، وتفاعل الأهالي مع الأطفال بهذا البرنامج. بالجزء الثاني من برنامج أهلا سمسم كان في أنشطة كتير حاول نخلقها للتفاعل بين الأطفال وبين الأهالي بظل هاي الجائحة. طبعا في كثير من الأهالي كانوا محتاجين
يجدوا نشاطات ويشتغلوها مع الأطفال بتلك الفترة، والنشاطات اللي خلقناها جوا البرنامج ووضعناها من خلال الأبحاث اللي احنا حكينا عليها بالبداية ساعدت كثير على انتشار البرنامج وتعلق الأهالي بهذا البرنامج وتشجيع أطفالهم لمشاهدة هذا البرنامج، بالإضافة للدمى المشهورة اللي كانت موجودة بكل برامج سمسم ساعدتنا كثير على الوصول لأكبر فئة مستهدفة من الأطفال.